ومن العلامات التي تدل على قرب خروج الدجال انقلاب الموازين وفساد المفاهيم عند الناس. ووالله كأن هذا الحديث والله يتكلم عن زماننا اليوم. والحديث رواه الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إن أمام الدجال قبيل الدجال، وأمام يعني أنها قبيله، قال إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق. يأتي واحد يقول هذا الشيء خطر على الأمة فيقال كذاب، نأخذ بقول فلان. يا جماعة هذا لا يصلح للناس يقولون كذاب، أنت غير ناصح، نأخذ بقول فلان. والثاني هو الكاذب المفتري الجاهل، قال يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، والثانية أعظم منها، قال ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. الرجل الأمين الحريص على الدين، الحريص على الأمة، الحريص على البلد، الحريص على الوطن، الحريص على المجتمع، الحريص على حمايته، الحريص على رفعته وعلى استقراره وعلى عزه، يقال له أنت خائن، وتدبر له القضايا وتلصق به، أنت خائن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ الرويبضة كلمة جديدة على الصحابة. وما الرويبضة اللي يتكلم وتفتح له وسائل الإعلام ويتكلم في كل مكان وتنشر أقواله ويقال له صدقت صدقت ويتكلم فيها الرويبضة؟ قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الفويسق يتكلم في أمر العامة. وفي رواية قال: الرجل التافه. والرويبضة هو الرجل الوضيع التافه، ما عنده معلومات، ما عنده أي إنجازات في الأمة، ما عنده أي بذل لا من ماله ولا من خبرته ولا من وقته للأمة، رجل تافه ما عنده أي مخرجات نفعت الأمة، إيش إنجازاتك للأمة؟ ومع ذلك هو الذي يصدر. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، هو اللي يقرر، هو اللي يذكر آراءه ويصدر للناس، وهو خائن كاذب ومع ذلك يصدر. عندها انتظروا الدجال من يومك ومن غدك.